صباح الخير. اليوم الاثنين 11 ايلول سبتمبر، اليوم القمر مرافقنا من برج ترابي برج الثور، والاجواء رائعه، الابراج الترابيه بسبب هالمثلث الفلكي الترابي بين القمر والشمس. كيف رح بتكون كل الابراج؟ بنبلش مع برج الحمل. بالنسبه لك مولود برج الحمل، فيك تقول انه بهيدا مطلع هالاسبوع في شغل كثير، في يمكن في بعض العتب عليك بسبب بعض التقصير، او يمكن في بسبب بعض التبذير وصرف الاموال. انتبه لبعض المسائل الطبية الاستشفائية والمصاريف الطارئة. الأكثر حظا هي مواليد 14 15 و16 نيسان أبريل. بننتقل لبرج الثور. بالنسبة لك مولود برج الثور، بعتبر هذا نهار من الأيام الرائعة يلي تتكلل فيها جهودك بنجاح، وحتى بنجاح باهر، من الأيام الرائعة الحلوة كتير يلي بتوصل لك النتائج الحلوة والحظوظ على طبق من فضة. فقوي قلبك، على الأرجح عندك أجوبة وعندك انفتاح وعندك وضوح في الرؤية لاتخاذ قرار أو خطوة. الأكثر حظا هي مواليد أيار مايو، بشكل خاص 9 10 و11 أيار مايو. بنتقل لبرج الجوزاء. بالنسبة لبرج الجوزاء، بعتبر هيدا نهار ضعيف بالنسبة لك، بعتبر هيدا نهار بيشربك لك حياتك، بيعقد لك حياتك، أو بيخليك نوعا ما تتساءل بينك وبين ذاتك إنه شو عم بيقول، شو عم بيصير. الأجواء عندك بطيئة، حتى معقول يصير في شوية تراجع في العلاقات والنجاحات. انتبه من الالتباسات وانتبه من المتاعب والمشاكل. بتبقى المواليد الأقل حظا نسبيا اليوم هي مواليد حزيران يونيو. بنتقل لبرج السرطان. بالنسبة لبرج السرطان، بعتبر هيدا نهار نشيط سريع الإيقاع، الأجواء رائعة، المثلث الفلكي بين برجين ترابيين بنسبوك تماما، اثنيناتهم أصدقاء لإلك، الثور والعذراء. الأجواء مهمة جدا، دعمة لإلك كل النواحي، شو ما عملت شو ما صار رح بتلاقي إنه في تسهيلات، حتى لو صار في عندك بلان بي كمان بلان بي رح بتلاقي نتيجة. الأجواء داعمة، في عندك قدرات لحتى تحاكي المجتمع، تحكي مع المجتمع، توضح أفكارك، وكل فكرة بتطرحها في إلها دعم. الأكثر حظا 16 17 و18 تموز يوليو. بكمل مع برج الأسد. بالنسبة لبرج الأسد، هيدا المثلث الفلكي الترابي بالنسبة لك يشكل نقطة أو نقطة تحول بالنسبة لك، وكأنه في تحول مهني، تغييرات مهمة على الصعيد الاجتماعي، نظرة المجتمع لك رح بتكون مختلفة، حتى المجتمع المهني نوعا ما وكأنه حاطط العين عليك، لأنه حابك، لأنه حابب أنك توصل، لأنه حابب أنك تتقدم. ف ما تخاف من القلق يلي معقول تكون عم بتعيشه خلال ساعات هيدا النهار. الأكثر حظا بالتأكيد 12 13 و14 آب أغسطس، لأنه كوكب الزهرة، كوكب الحظ عندك. بكمل مع برج العذراء. بالنسبة لبرج العذراء، هالمثلث الفلكي الترابي بين الشمس اللي هي برجك وبين القمر بيدعمك 100%، أضف إلى ذلك المثلث اللي بيكمل كل المثلث من بلوتو. الأجواء مهمة جدا، مولود برج العذراء فيك تقول إنه باب السفر مفتوح قدامك، باب الدراسة مفتوح قدامك، أبواب الطموحات بالنسبة لك صارت واضحة جيدة جدا، من أهم الأيام لحتى تاخذ قرارات، لحتى تنطلق بحياتك المهنيه وحياتك المستقبليه. يعني اي فكره، اي مشروع حاطه للمستقبل، اليوم فيك تقول انه الباب صار مفتوح قدامك. لكن وبسبب وجود كوكب المريخ حد برجك، كن حذر جدا، انتبه من السرعه. 26 27 و28 اب اغسطس. بنتقل لبرج الميزان. بالنسبة لبرج الميزان، ضروري يكون في اهتمام بمسائل مالية، بمسائل استشفائية، بمسائل وأوراق عقارية وغيرها، هنالك مستندات ما بتقدر تهرب منها، هنالك تفاصيل ضروري تكون منتبه لها، ما فيك تقول يلا كيف ما كان بيمشي الحال، لا ما بيمشي الحال. الأجواء متعبة اليوم فكون حذر، بكرة الأجواء أفضل إذا بدك تأجل. 17 18 أكتوبر الأكثر حظا. بكمل مع برج العقرب. بالنسبة لبرج العقرب، صحيح في مثلث فلكي ترابي، لكن طرف من هالمثلث عم يشكل مواجهة معك، وبالتالي لحتى تقدر تتخلص من هالمواجهة، تربح هالمواجهة، احتمال انك تضطر تتكل على صداقة أو على معرفة، يعني على شخص بتعرفه أو جهة بتعرفها لحتى تنحل القصة، يمكن حدا يتدخل ليحل المشكل، لكن بتتفادى كل هالأمور إذا أنت تعاملت مع المسائل الطارئة
بهدوء برواء وبعقل كبير. تبقى المواليد الأكثر حظا 11 12 و13 نوفمبر. بكمل مع برج القوس. بالنسبة لبرج القوس هالمثلث الفلكي الترابي الحلو الموجود اليوم بالنسبة لك عم بيشغلك، عم بيتعبك، عم بيركدك. في بعض الأشخاص، بعض المواليد مرتاحة كتير اليوم، إلا أنت، أنت من الأشخاص اللي عم بيركدوا وعم بيركدوا كتير وبسرعة لحتى يلحقوا. الضغوط موجودة، في شغلتين اليوم معقولة تصير، مسألة صحية أو مسألة مهنية. يا أما عندك شغل كتير بسبب عامل مهني عم تشتغل عليه وبهمك وضروري انك تبدع فيه، وفي مسألة صحية بتخصك او بتخص احد الوالدين. كون حذر جدا 13 14 و15 ديسمبر. بنتقل لبرج الجدي. مولود برج الجدي بتبكل هالمثلث الفلكي الترابي الموجود اليوم، وبالتالي حظوظك رائعه رائعه رائعه. بعتبر هيدا النهار مثل امبارح من اكثر الايام، ايام الشهر حظا. كل شيء بالنسبه لك بتحصل عليه بطريقه كثير سهله، او حتى اذا اضطريت تشتغل على مساله ما بتضطر انك تشتغل كثير. الامور مسهله، الحظوظ عم بتسهل لك حياتك اليوم. قوي قلبك، نجمك قوي. الأوفر حظا 14 و15 كانون الثاني يناير. بكمل مع برج الدلو. بالنسبة لبرج الدلو الجو متعب عندك نفسيا معنويا، قاعد بالبيت، مقاعدينك بالبيت، مسكر البواب، مسكرين البواب عليك، حاسس حالك محصور ومش قادر انك تتحرك مثل ما لازم. واسأل شيء واتقل شيء واصعب شيء عند مولود برج الدلو انه يكون مقيد معنويا نفسيا وحتى جسديا، وبالتالي اليوم نهار بيزعجك، بيضايقك، بتحوص، تنزعج، بتعصب. مطلوب منك انك تقاوم كل هالامور بالهدوء وبالتروي، وانتبه على مسائل صحيه ضروري تنتبه لها. بتبقى المواليد الاكثر توترا نسبيا هي مواليد شهر شباط فبراير. بكمل مع برج الحوت. بالنسبه لبرج الحوت هيدا نهار رح بيساعدك انك تبادر، انك تطرح فكره، انك تدافع عن فكره في حال حدا تهجم عليك او حدا سالك سؤال. انت فيك تكون بموقع المدافع المتلقي، وايضا فيك تكون بموقع ايضا المتقدم اللي عم يسعى لحتى يحقق مسألة معينة، وبتقدر تحققها بسرعة خاطرك، بذكائك وبقدراتك على تلقي المعلومات بسرعة وتحليلها بسرعة، وبالتالي جوابك تحت باطك. الأكثر توترا نسبيا بسبب التحديات 22 و23 شباط فبراير. بنتقل لمولود اليوم. بالنسبة لمولود اليوم هيدي سنة رائعة، هيدي سنة كتير مهمة، هيدي سنة بتفتح قدامك مجالات كتيرة عديدة ومتنوعة من السنين يلي بتخليك فعلا انت تكون متفوق على غيرك بأشواط وأشواط وأشواط، إن كان دراسات جديدة، مؤتمرات، ورشات تدريب، أو حتى مشاريع مختلفة، أو حتى غربة يعني اغتراب. سبتمبر كانون الثاني يناير أيار مايو هني أفضل الأشهر. إلى اللقاء بكرة أبراج جديدة. باي باي. الضحكة طبعا هي بتفرج السعادة، أو بتفرج أنه الإنسان فرح بحياته. بتعرفوا أنه الضحكة لدقيقة من الوقت بتعليلكم المناعة ل 24 ساعة، والزعل لدقيقة من الوقت بيعطيكم المناعة لمدة 5 ساعات لقدام. تحكوا قد ما فيكم. بريك ونرجع.